السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. الوغ اليوم غادي نحاول باش نشارك معكم الاعمال ديال الاخوات اللي معايا في دار الصناعة مع خيرة. هاد الاعمال كتخص مجموعة فراش الرضيع. الوغ غادي تشوفوا غادي تكتشفوا راسكم وتشوفوا المستوى ديال الاخوات فين وصل. تبارك الله ما شاء الله ولا مستوى عالي من ناحية الاتقان من ناحية الابداع. اعمال جميله جميله بزاف. الوغ ما نطول شي عليكم ونخليكم تكتشفوا معايا هذا العرض الرائع. فرجه ممتعه.
فوالا هذا هو كان العرض ديال الاخوات اللي معايا في دار الصنعه. الوغ نتمنى على الله انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي كومونتير وقولوا لي الراي ديالكم. دونك فوالا حنا وصلنا للاخر ديال الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في عرض اخر ان شاء الله بحول الله. الوغ نبقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. السلام عليكم.